يا أخي الغرب سعى في الفترة الماضية بشكل كبير وكبير جدا على سحب القضية الفلسطينية من العرب وإيكال ملف القضية الفلسطينية إلى غير العرب، إلى دولة تتشارك مع إسرائيل في كثير من الأمور كالعزلة الثقافية وكذلك اللسان الغير العربي. أيوة. فسحبوا من العرب القضية الفلسطينية وألقوها في حضن الإيرانيين. الهدف من هذا السحب حتى يبتعد العرب عن القضية الفلسطينية تماما. وبل أكثر من ذلك، حتى يكون هناك عداء ما بين القضية الفلسطينية وما بين العرب، كون أن الإيرانيين هم المتصدرين لهذا الأمر. هم يدركون أن هناك مشكلة كبيرة بين الإيرانيين والعرب، لذلك سعوا لسحب القضية الفلسطينية من العرب وإلقائها في حضن الإيرانيين. ولذلك هذا دور كبير وخدمة جليلة قامت بها إيران للغرب، أنها تبنت ملف القضية الفلسطينية وسمح لها بتبنيها. الداعم في السلاح إيران، الداعم بالأموال إيران. يا أخي إيران توصل لغزة قبل السابع من أكتوبر، توصل لغزة ما شاءت أن توصله على مرأة ونظر الغرب والأوروبيين، ومع ذلك هم يعني في صمت بالكويتي. هم ساكتين لماذا؟ حتى لا يتم تبني القضية الفلسطينية عربيا، لنزع القضية من العرب وإعطائها لإيران، كون أن القضية الفلسطينية إذا كانت بيد إيران هم قادرين على السيطرة عليها، أما إذا كانت في العرب لا، فهناك مشتركات كثيرة ما بين العرب وبين فلسطين، مشترك عقائدي، مشترك أرض، مشترك شعب، مشتركات كثيرة ما بين العرب وما بين الفلسطينيين. لذلك ليس من المصلحة الغربية أن تكون القضية الفلسطينية في أيدي العرب، وإنما المصلحة الغربية تقتضي بأن تكون القضية الفلسطينية في أيدي الإيرانيين، كون أن الإيرانيين يقومون بدورهم بشكل جيد وبشكل كبير جدا، أما العرب نحن لا نضمن أن يقوموا بدورهم كما يقوم به الإيرانيين. وهذا يفسر الأحداث الأخيرة اللي تجري إن شاء الله راح تسير. وأيضا هناك نقطة مهمة لابد أن تكون حاضرة، وهو أن إيران لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية أطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. طيب. إيران لا يهمها المسجد الأقصى ولا يهمها فلسطين. إيران دولة تسعى لهدف معين، هذا الهدف تم تسطيره وتم وضعه وتم التأكيد عليه، ألا وهو هدف التوسع، هدف التوسع وتصدير الثورة ومبدأ ولاية الفقيه. هذا الهدف الإيراني اللي يسعون من خلاله. فالقضية الفلسطينية ليست أولوية بالنسبة لهم ولا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. التوسع مو الجغرافي كحدود، التوسع التواجد في هذه الدول. جغرافي وتواجد. حتى الجغرافي. أي جغرافي وتواجد. الإيرانيين عندهم هدف التوسع وعندهم هدف السيطرة وعندهم هدف احتلال هذه الدول العربية وإخضاعها لإيران. لذلك القضية الفلسطينية ليست هدف لهم، وهم على استعداد أن يبيعوا القضية الفلسطينية مقابل أي ملف يكون لمصلحتهم. أنا بذكر لك بس نقاط سريعة قبل أن أدخل لك في تحليل هذا الحدث اللي قاعد يصير اليوم. بالضبط. في 2004 تم توقيع اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران، ينص هذا الاتفاق على رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وكذلك إعطاء ضوء أخضر للبرنامج النووي الإيراني، إعطاء مساحة من الوقت. هذا الاتفاق اللي انسحب منه دونالد ترامب وأعلن انسحاب الولايات المتحدة عن هذا الاتفاق. هذا في 2014. في 2015 سيطر الحوثي بدعم إيراني على اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية غضت النظر عن هذه السيطرة، مع أن الحوثي ميليشيا مصنفة إرهابيا بالنسبة لدول الخليج، بل يهدد أمن الخليج بشكل مباشر، بل أنه يعني على أرض الواقع استهدفت دول الخليج بشكل كبير جدا، وما نتج عنه عاصفة الحزم فيما بعد. فالحوثي ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون سيطرت على دولة، بل أن في 2000 في توقيع الاتفاق كان الحوثي باتجاه عدن، يعني كان يريد أن يسيطر على عدن. هذه واحدة. اثنين، في العراق هناك أكثر من 59 ميليشيا خارج القانون على مرأى ومسمع الأمريكان، دون أن تصنف ميليشيا واحدة على أنها منظمة بشكل علني اطلاقا، ولا ميليشيا واحد، مع أنهم يرتكبون القتل في العراق على الاسم، على الهوية، يقتلون العراقيين، ولا ميليشيا واحد صنفت كميليشيا إرهابية. ثلاثة، الميليشيات الإيرانية في سوريا والحرس الثوري في سوريا على حدود إسرائيل، ومع ذلك طول هذه الفترة الماضية لم تتحرك إسرائيل تجاه هذه الميليشيات، اللي ممكن منطقيا أو عقليا أنها تشكل تهديد كونهم ضد إسرائيل. إذا كانوا ضد إسرائيل حقيقة فهؤلاء على حدودنا. وكذلك حزب الله في لبنان
طيل هذه السنين لم تصنف هذه كلها ولا منظمة إرهابية ولا واحدة لم تصنف إرهابيا. هذه فصل شنو؟ بل تركوا لهم المجال. تركوا لهم المجال. أنا سأتيك بالضبط. لكن المثير والغريب جدا هو الأحداث الأخيرة عندما قامت إسرائيل بشن ضربات على جنوب لبنان واغتيال الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث من حزب الله. هذا الاختراق الأمني لا يمكن أن يتم إلا بمعلومات كبيرة ووثيقة ولا يطلع عليها أحد إلا أهل الاختصاص أو أهل الداخل في لبنان. في لبنان وفي إيران لا يمكن أن يصل الإسرائيليين إلى الصف الأول والثاني والثالث بهذه السرعة وبهذه الطريقة. شنو يفسر هذا الموضوع أو شنو تعتقد بالنهاية؟ أنا وجهة نظري في هذا الموضوع بأن أعتقد بأن هناك صفقة تمت ما بين الإيرانيين والأمريكيين. طبعا الإسرائيليين خارج الحسبة لأن الإسرائيل لا يملكون من قرارهم شيء. هناك صفقة تمت مقابل توسع إسرائيلي أو بيع الميليشيات الإيرانية لإسرائيل في مقابل لإيران. نحن لا نعرف ما هو المقابل. يعني الأمريكان طلبوا من الإيرانيين أن يبيعوا ميليشياتهم كلها اللي موجودة في لبنان وفي سوريا وفي حتى في العراق. حتى في العراق يبيعوا ميليشياتهم لإسرائيل في مقابل. شنو هذا المقابل؟ نحن لا نعلم. ما ظهر إلى الآن. ما ندري شنو المقابل. بس هذا مو موجود في المخطط اللي إحنا. لا ما نتكلم عن برنامج دويش. نحن نتكلم عن أمور حالية. ولذلك أنا أعتقد بأن الإيرانيين باعوا أذرعهم في تلك المناطق. باعوهم بيع وزودوا وأعطوا كل شيء. باعوهم بيع لهدف قادم. ما هو الهدف؟ هو الذي سيظهر في قادم الأيام. ولذلك دائما نقول بأن هذا التحليل هناك شيء معين لكن الذي يثبته هو ما سيحدث في قادم الأيام. هذا اللي حاصل الآن ما بين إسرائيل وما بين إيران. أنا أعتقد اعتقادا جازما بأنه لا مشكلة بين الإسرائيليين والإيرانيين. ما في مشكلة إطلاقا.